بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بتعادل 0-0 قدام الجونه في اول مباراه الاهلي في كاس الرابطه، وكلنا عارفين الازمه بتاع كاس الرابطه والمجموعات والكلام بتاع القرعه الموجهه والكلام ده. بس النهارده لما جينا نتفرج على ماتش الاهلي والجونه كان عندنا مشاكل كتير بصراحه. يعني سيبك من حته ان احنا لما بنيجي ماتشات الاهلي في الدوري او في كاس مصر او في اي حاجه محليه بيكون عندنا مشكله مع موسيماني، بس احنا حتى دي قررنا نعديها، اللي هو انا جاي لموسيماني وانا مفضي دماغي خالص، انا مش جاي اركز معاك تكتيكيا بتعمل ايه ولا فنيا بتعمل ايه ولا هتلعب بمين ولا هتنيل ايه. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اتفرج على اي مكسب من المباراه، وبسم الله ما شاء الله انت قررت ان المباراه كلها تكون اغلبها شباب. مش عارف انا حته انك تحط شباب بس دي ومفيش عناصر خبره تشيلهم في الملعب الا لو اعتبرت ان محمود وحيد اللي مش بيلعب عنصر خبره هو محمد هاني، دي مصيبه سودا، يعني دي مصيبه في حد ذاتها. وانك تحط صلاح محسن وحسام حسن تمام، بس دول برضو كانوا محتاجين عناصر خبره يشيلوهم، يعني مش دول اللي هيشيلوا الشباب اللي جوه الملعب. انت بتفكرني بتشافي عندنا اللي هو بيكي وبوسكيتس هم اللي هيشيلوا الشباب ده، دي ناس عايز حد يشيلها اساسا، يعني محمد هاني وحسام حسن وصلاح محسن عايزين حد يشيلهم، مش هم اللي هيشيلوا مانو ويشيلوا زياد طارق ويشيلوا المغربي ويشيلوا كريم فؤاد، مش هم دول خالص، مش دول خالص على فكره. والازمه بقى مش كده، الازمه ان انت افضل لاعب عندك في المباراه الشوط الاول وفي اول الشوط الثاني كان اللاعب زياد طارق، واول تغييره ليك زياد طارق اللي هو يا باشا ارحم ميتين اهلي. طيب انا اعمل فيك ايه؟ طيب يعني انا يبقى اجي لك اتفرج على ماتش في كاس الرابطه ومفضي لك دماغي، اول تغييره تبقى زياد طارق افضل لاعب في الملعب؟ ازاي يا عمي؟ عمي ارحمني ارحمني، انا عارف ان انت بتشتغلنا وبعديها لك، يعني انت ملعب لي شباب بس وما رضيتش تلعب قفشه ولا رضيت تلعب حسين الشحات ولا وليد سليمان، بحيث اللي هو انا لو خسرت الملعب كله شباب مفيش حد خبره ولا حد من الاساسيين. وعديت لك ان انت بتلبس العيال وبتحط العيال قدام المدفع، المدفع المفترض ان فرقه الجونه بتلعب فول تيم او حتى بتلعب يعني نواقص قليله، بس مش فرقه الجونه اللي العب ضده مواليد 2000 وما يعرفش ان هو يروح هجم على الشوط الاول. كنا قاعدين نتفرج على شوط اول ممل جدا، كنا قاعدين نتفرج على حاله ملل غير طبيعيه كده، اللي هو مين اللي هيهاجم؟ طيب يعني انا فرقه 2000 مش هطلع هاجم بيها، هسد مساحات بس، وانت بقى هتهاجم ازاي؟ وريني وريني بجد والله، يعني العاب العرضيه شوط عندك عمرو بركه، وريني اي حاجه. طيب حلل 90 دقيقه اللي انا بضيعهم من حياتي على الماتش ده. بس لما موسيماني قرر ان هو يشغل الجنجوه بتاعته ويطلع زياد طارق في بدايه الشوط الثاني، في حين ما الناس كلها كان نفسها عماله تقول له ابوس ايدك طلع صلاح محسن، طب حاول تطلع حسام حسن، طب طلع اي حد فيهم، تيجي انت بسم الله ما شاء الله اول تغييره تكون زياد طارق وتنزل مكانه صالح نصر، وبعد كده تقرر ان انت تنزل محمد فكري في الدقيقه 74 مكان محمد محمود، وبقى مين محمود شرقاوي مكان محمد خليفه، وفي النهايه نهى بتغيير احمد سيد عبد النبي مكان كريم فؤاد. احمد سيد عبد النبي لعب عرضيه حلوه كريم فؤاد ما عملهاش في ال 85 دقيقه دي. طب انت مكاسبك بتاع الشباب دي اللي هو انا عملت لكم دي جديد، انت عارف وانا عارف ان انت ما بتحبش الشباب ولا انت هتلعب بيهم، فانت لما تيجي تقول ان انا قدمت لك ناشئين انا عارف ان انت مش بتاع ناشئين، شخصيتك ما بتجيبكش انك تلعب ناشئين على حساب اللعيبه الكبار، انا عارفك اساسا انت كنت مضحي بالناشئين دي، فلما تيجي تقول لي انا كسبتك فريق بتشتغلني وانا عارف انك بتشتغلني، بس المشكله ان انا كنت مستنيك تكسب النهارده مش عارف ازاي يعني. بس هي عندنا عقيده نصر احنا كاهلاويه اللي هو انا مش جاي اتفرج على ماتش بتعادل او بتغلب فيه، مع ان العناصر عندي سيئه والعناصر عندي شابه ومفترض ان انا انزل اتغلب، بس مش متقبلين. انا كنت مستني ان احنا نكسب، نكسب ازاي بقى مش عارف بصراحه. يعني حتى لما عملنا التغييرات كده اللي هو انا جيت اتفرج على الماتش ليه اساسا؟ يعني ليه بجد والله؟ بلال علام عمال يزعجني ويقول لي بنشكر الاهلي ومجلس اداره الاهلي وكل الناس اللي معدين في النادي الاهلي عشان خاطر ماتش الاهلي يلعبوا ناشئين. الواحد والله العظيم بيحس ان هو في جلد ذات لما تيجي تتفرج على موسيماني في الدوري المصري دي. الوضع بقى متعب والله، والله العظيم الوضع بقى متعب 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 عندنا في الدوري المصري لماتشات النادي الاهلي. موسيماني فعلا بيتعبنا والله العظيم معاه، وبيتعبنا معاه فكره اللي هو سيبها شغاله يا حبيبي، سيبها شغاله وما تشغلش دماغك، شغل دماغك في التغييرات متاخر بعد ما الفرقه ما تكون حسمت المباراه، انما 0-0 لما موسيماني بيتدخل الموضوع بيضيع خالص. بسم الله ما شاء الله لا شباب ولا فريق، اول تغييراته كلها بتخلي الفرقه تنزل تحت الارض. وده موسيماني هنعمل فيه ايه؟ اللي حبه بيحبه بكل ما فيه واللي بيكرهه بيكرهه بكل ما فيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش ضيعت اربع دايما عمرك زي 90 دقيقه اللي ضيعتهم على الماتش السكه اللي كنا بنتفرج عليه ده الكاس رابطه ده، هي كلها سبوه بايظه اساسا.